والجمعة يجهر فيها الإمام بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أسر. نعم. طيب، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن، أذان الجمعة يكون قبل الخطبة، وهنا الأذان وقع بعد الخطبة، أذان ثم إقامة ثم صلى الظهر ركعتين ثم أقيمت صلاة العصر وصلى العصر ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ووقف بها مستقبل القبلة يدعو عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس واقفا بعرفة. ما معنى واقفا بعرفة؟ يعني على قدميه واقف؟ لا، الوقوف بعرفة يعني المكوث بعرفة. فأنت تدخل إلى عرفة وتبقى بها تدعو الله سبحانه وتعالى وتذكر الله إلى أن تغرب الشمس، وبعد أن تغرب الشمس تتحقق من غروب الشمس حتى تجمع بين الليل والنهار بالوقوف بعرفة، وهذا واجب، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. هل تنفل النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر أو قبل الظهر أو بعد العصر؟ لا، عندما غربت الشمس قال له أحد الصحابة رضي الله عنه الصلاة، قال الصلاة أمامك، إذن دخل وقت المغرب الآن هنا، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ انطلق من عرفة إلى مزدلفة، من المشعر الحلال إلى المشعر الحرام، وشنق على القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت يعني تصعد يرخي لها قليلا، وقال السكينة 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 السكينة، لأن هذه عبادة وأنت تتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد على الجبل، أي جبل الرحمة، هذا الجبل الذي عليه العلامة، لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن تقف أسفل الجبل أو في أي مكان دون الصعود إلى الجبل، وما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم. أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنه. لو تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، يركب ما يركب الناس، ركب الحمار وركب البعير وركب الخيل، يلبس ما يلبس الناس، يجلس في المسجد ويدخل الداخل، ولا يميز النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الصحابة، كان يدخل الداخل المسجد ويقول أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام، يمشي ويردف الصحابة، صغار الصحابة وغيرهم، العبيد والموالي، هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. قدم النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مزدلفة قبل أن يصنع أي شيء صلى عليه الصلاة والسلام بها المغرب والعشاء، المغرب جمع تأخير، بأذان واحد وإقامتين، أذان ثم إقامة ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم تقام صلاة العشاء وصلي العشاء ركعتين، ونام عليه الصلاة والسلام. وهذا في التنبيه لبعض الناس ممن يسهر في هذه الليلة أو يجمع الحصى ويصعد إلى الجبال وكذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الذي لا يأتيه نوم في هذه الليلة يتظاهر أنه نائم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الليلة ترتاح فيها، لأن هناك يوم العيد أعمال كثيرة، رنحط رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، والجمرة الكبرى أقرب الجمرات إلى مكة وأبعد الجمرات عن منى، ثم ينحر ثم يحلق وهو الأولى، ثم يطوف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج،
على المتمتع والقارن والمفرد. نعم، وهذا الطواف لا يمكن أن يقع قبل الوقوف بعرفة. نام عليه الصلاة والسلام إلى الفجر. هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكذلك ركعتا الفجر. صلى عليه الصلاة والسلام بمزدلفة صلاة الفجر في أول الوقت، ثم وقف عليه الصلاة والسلام يدعو. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر مواطن الدعاء، هذا هو الموطن الثالث في الطواف وفي السعي وفي عرفة، هذا هو الموضع الرابع عند المشعر الحرام، ومنى كلها مشعر. وقف استقبل القبلة وأخذ يدعو عليه الصلاة والسلام حتى أسفر، يعني قربت الشمس من الطلوع، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى منى. انظر ماذا حدث. مشى عليه الصلاة والسلام مع طلوع الفجر، طلوع الشمس، مع طلوع الشمس الآن، دعا عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس، وقفت ها هنا في مزدلفة. مشى عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات، خطب الناس، ثم نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، وأكمل عليه رضي الله عنه بقية 100 بدنة، ثم أمر بأن تؤخذ قطعة من كل بدنة ووضعت في قدر وطبخت، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى وكان يفتي الناس، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى بها الظهر. سبحان الله، في يوم واحد، ليس في يوم، أقل من نصف يوم، رمى جمرة العقبة وخطب في، قلنا صلى بمزدلفة ودعا إلى أن قربت الشمس من الظهور، خطب في الناس، انطلق إلى منى، رمى جمرة العقبة سبع حصيات وخطب في الناس، ذبح نحر 63 بدنة بيده، وأكمل علي رضي الله عنها 100، ثم طبخت وأكل وشرب وحلق، ونزل إلى مكة طاف وسعى وخطب في الناس وكان يفتي الناس، ورجع إلى منى وصلى بها الظهر. بركة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا حصل التحلل الأكبر بالطواف. بقي عليه الصلاة والسلام، هذا هو يوم العيد الآن، ولم يحرج النبي صلى الله عليه وسلم على من قدم وأخر، أي هنا في الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، رنحق، رمي ونحر وحلق وطواف، يقدم وأخر لا إشكال. بات بمنى وكان يرمي في أيام التشريق الثلاثة الجمرات الثلاثة، يبدأ بالصغرى يرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات اليمين ويقف عليه الصلاة والسلام وقوف طويل يدعو، ثم يتقدم إلى الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويقف طويلا ويدعو، ثم يأتي إلى جمرة العقبة، يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ويرميها بسبع حصيات وينصرف. وذكرنا هذا من نهاية العبادات لا دعاء، وهذا هو الموضع الخامس من الدعاء في الحج على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الوداع ورجع إلى المدينة، هذا ما يتعلق بحج النبي عليه الصلاة والسلام.
طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في الخروج إلى التنعيم حتى ترجع بعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هوت عائشة رضي الله عنها شيء، وكذلك أمهات المؤمنين، وافقها النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج معها عبد الرحمن واعتمرت من التنعيم ولم يعتمر هو لأنها حارت وأدخلت العمرة على الحج وكانت قارنة، والناس رجعوا بحج وعمرة، فأحبت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. نريد أن نذكر قواعد في البيوع وترتاح، فت ولا تفتي أحد. يقال والله أعلم أرجح المذاهب في البيوع هو مذهب إمامنا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. لماذا؟ لأنه تمسك بأصل، وهو الأصل في البيوع حل والحمد لله، أي معاملة من المعاملات اختلفنا فيها، هذا يقول هذه المعاملة حلال وهذا يقول هذه المعاملة حرام، نمشي على قول من يقول بالحل، والذي يدعي التحريم لابد أن يأتي بالدليل. هذه قاعدة، مفهوم؟ نعم. القاعدة الثانية عندنا وترتاح من شروط البيع وكذا، إذا المعاملة خلت من ثلاثة أشياء على ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كانت حلال والحمد لله. إذا موانع البيع ثلاثة عند شيخ الإسلام وارتاح. المانع الأول من موانع البيع أن يكون في البيع أو في المعاملة ربا، وسوف يأتي معنا ربا فاضل أو ربا نسيئة. مثال، قال أريد أن تصرف لي هذه 100 يورو بالريال السعودي. قال طيب متى تعطيني؟ قال الآن، أعطني 100 وغدا إن شاء الله تعالى أعطيك 500 ريال سعودي. يصح؟ هنا مانع وهو الربا، لابد من التقابض الآن. نعم. طيب هذا مانع أول، أن يخلو البيع من الربا، أو المانع أن يكون في المعاملة ربا، إما ربا الفضل أو ربا النسيء ويأتينا. الثاني أن تخلو المعاملة من الظلم، سيأتي. يقول ادخل إلى هذا المكان وأغمض عينيك وأي شيء تحصل عليه فهو لك بعشرة، وقد يكون هنا أشياء تساوي 20 وأشياء تساوي 10 وأشياء تساوي 5، فقد يظلم هذا، صحيح؟ أي نعم، وما يرى هذه الأشياء. وكذلك الثالث، المانع الثالث الغرر والجهالة، غرر وجهالة. إذن ثلاث موانع وارتاح في البيوع: ربا وظلم وغرر وجهالة، وسيأتينا بإذن الله أمثلة على هذا. قال الأصل في البيع الحل على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. شروط البيع: التراضي بين الطرفين، فلو امتنع هذا تبيعني هذا الكتاب؟ قال لا، قلت خذ 10 وأخذت الكتاب ومشيت، فالبيع باطل. طيب ألا يكون في غرض وجهالة، فيدخل فيه، قال بيع الآدم، لديه عبد لكن هذا العبد آدم فر عنه، أقول له اسمع بيعني هذا العبد، قال العبد هذا آدم، قال لا عليك تبيعني. البيع العبد في الأصل لو كان
عند السيد يساوي كم؟ يساوي 10,000. الآن هو عابق لابد أن يبيع بكم؟ 5,000. اترك العبد. سرقت سيارة الشيخ، قدر الله سبحانه وتعالى سرقت، فأتي أقول تبيع السيارة؟ قل كيف؟ قل أنا أشتريها منك يا أخي، سيارة مسروقة، قل أنا أشتريها. قد يربح البائع وقد لا أربح، وكذلك أنا قد أربح وقد لا أربح. نعم. أو الشارب لديه كلب صيد، يصح اقتناء كلب الصيد، لكن نهى عن ثمن الكلب، إذا لا يصح المثال أصلا، اترك هذا المثال. طيب، لديه طير صقر وشرد هذا الصقر، تبيعني هذا الصقر؟ قال نعم، تراضينا وبعنا واشترينا، يصح البيع؟ تحقق الشرط الأول الرضا ولم يتحقق الشرط الثاني. طيب، يقول لديه سيارة الشيخ، معليش يعني اسمحوا لي في الأمثلة حتى تفهموا، يعني لديه سيارة بورش موديل 2013، ولديه سيارة بيجو موديل 80، فقال اسمع، أبيعك إحدى السيارتين. قلت قبلت، يصح البيع؟ لا يصح، لابد يعين لي السيارة، لأني قد أربح وأخذ البورش أو تكون الخسارة بشراء البيجو. نعم، لكن هذا الشيخ لديه سيارات في معرض كلها بورش موديل 13، مواصفات واحدة تختلف في الأنواع، لا فرق في السعر. قال اختار أي سيارة من هذه السيارات أمامك بكم؟ 200,000 يورو. مفهوم؟ يصح البيع؟ يصح، لا لا غرر ولا جهالة. طيب، قال خذ هذه الحصى، خذ هذه الحصى، وهذا المعرض فيه سيارات مختلفة، بيجو ومرسيدس وبي ام وبورش وأكلة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يقول ارمي هذه الحصى على أي سيارة وقعت هذه الحصى فهي لك ب100,000. قد أرمي هذه الحصى وتقع على سيارة تساوي 50، وقد تقع على سيارة تساوي 100، أو تقع على سيارة تساوي 300 مثلا، يصح البيع؟ لا يصح. طيب، عندنا الآن محلات تجارية مكتوب عليها كل شيء ب10، صحيح؟ تدخل ترى السلع، هي في الحقيقة السلع أمامك والأسعار موحدة، يصح البيع؟ يصح، لا أشكال، لا غرر ولا جهالة ولا ظلم، وهي في الغالب أن كلها تساوي 10، وترى أمامك السلع ولا أشكال في هذا. نعم، يقول هذا الشيء لديه بقرة حامل، قال أبيعك ما في بطن البقرة الحمل. لماذا؟ ما أدري عن هذا الحمل، ذكر أو أنثى، حي أو ميت، أعرج أو كذا. طيب، سؤال ثاني، هل يصح أن يبيع البقرة وهي حامل؟ نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت قاعدة عند الفقهاء، تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يصح أن يبيع الحمل؟ لا. هل يصح أن يبيع البقرة وهي حامل؟ نعم، لأن هذا تابع ولا أشكال. مثال، مثال آخر، الآن لديه قصر وأنا أريد أشتري من هذا القصر، فجئت إليه، تبيع القصر؟ قال نعم. أقول له لابد أن أرى كل شيء في القصر، أساسات الجدران،
وما في داخل الجدران من أسلاك الكهرباء وخزان المياه من الداخل، أكسر شيء من حتى أرى الأساسات وأرى الأسلاك وأرى كذا وكذا. يقول يا أخي، قل لا، أنا ما أريد بيع فيه غرض. نقول لا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والظاهر عنوان الباطل. لك أن تفتح بعض الأشياء وكذا، أما تكسر وتدخل تبحث عن الأساسات ويأتي بحفارة ويحفر الأساس وكذا، لا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. طيب، أن يقع العقد من هو مالك للسلعة. الآن هذا كتاب الشيخ، جاءني الشيخ جزاه الله خير، قال أبيعك هذا الكتاب، هل يصح البيع؟ ننظر، يمتلك هذا الكتاب؟ لا. هل أذن له صاحب الكتاب في بيعه؟ إذا أذن له فالبيع صحيح، وإلا فالبيع باطل. طيب، ألا يكون فيه ربا البيع، وهذا تقدم معنا من الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. توقف، الله أعلم أن أرى هذا. أنا توقف، كم بقي الفجر؟ سوق الحمد لله. ربا الفضل وربا النسيئة، ما حكم الربا أخوانا؟ نعم، محرم فقط. ما حكم الربا يا أخي؟ مخرج من الملة، يخاف هذا. أما تقول له لا ينبغي، مكروه على قول السلف، لا، ما يصح هذا يا أخواننا. أن طالب علم تحدث الحكم بالضبط وتخوفه، نعم، أفهم؟ أجلس، أسبق، ما حكم الربا؟ طيب، من أنكر تحريم الربا، أنكر تحريم الربا، معلوم من الدين بالضرورة يا أخي، كافر كفر أكبر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، إلا إذا كان حديث عرف الإسلام ولا يدري يعلم، أصر كافر، رجع تركنا. طيب، هذا الأصل أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. هناك بعض المسائل اختلف فيها العلماء في الربا، صحيح أم لا؟ لم يختلفوا في الأصل، صح؟ نعم، اختلفوا في بعض المسائل. فلان من الناس يقول أن هذه المعاملة جائزة، وفلان يقول أنها ربا. هذا الذي يقول بحل هذه المسألة، هل أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لا، مفهوم؟ إذن الربا في الأصل أجمعت عليه الأمة، لكن هناك بعض المسائل اختلف فيها الفقهاء. فمن قال بحل هذه المعاملة، هل نقول عنه أنه كافر كفر أكبر وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. إذن في الأصل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أنكر تحريم الربا فهو كافر كفر أكبر، إلا إذا كان حديث عهد الإسلام يعلم، أصر كفر، رجع نعذر، مفهوم؟ طيب، ربا أقسام الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل
يعني الزيادة، وربا النسيئة يعني التأخير، مفهوم؟ كم ربا فاضل وربا نسيئة؟ الله أعلم أنك توقف معنا أسمع. ها واصل؟ ما أظن، إلى غدا إن شاء الله، غدا صلاة الفجر إن شاء الله نتم الكتاب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.